بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في الأيام المنصرمة القليلة التي مرت، شهد العالم واحدة من أكثر الأحداث إثارة وأكثرها صناعة لأوضاع حاسمة ومصيرية، وأعني بذلك ما جرى في العمليات الظافرة، عمليات طوفان الأقصى. هذه العمليات التي أشكر الله سبحانه وتعالى أن قيض لنا عمرا كي نكون من الشاهدين عليها بما أثارته من معطيات وبما طرحته من إغراءات كبيرة، ناهيك عما قدمته إلى الأمة من مكاسب جمة وما صوبته إلى قلب العدو من إصابات جسيمة وخطيرة للغاية. في هذه الأحداث الظافرة التي وجدنا فيها كيف أن الفئة القليلة تستطيع أن تكتسح الفئة الكثيرة، كيف يمكن للحفاة أن يهزموا الإرستقراطيات الطاغوتية الكبرى، كيف يمكن للمستضعفين أن يهزموا كل قوى الاستكبار، يفضحوهم، يقدمون لهم خزيا تاريخيا واستراتيجيا لا مثيل له، كيف يمكن لإرادة الأمة حينما تتحد ماذا يمكن أن تصنع، وأي عدو يمكن له أن يجابهها أو أن ينتصر عليها. طوفان الأقصى كان هو الطوفان الأصدق من نوعه في سلسلة الطوفانات التي مرت على هذه الدنيا. طوفان الأقصى قدم صورة مبكرة ومهمة للغاية لما يمكن لهذه الأمة أن تفعله حينما تنطلق راية الحق الإلهية، وحينما تنطلق صيحات الثار من قوى الطاغوت والظلم والجور. طوفان الأقصى مع ما فيها من شهداء، من جرحى، معوقين، أسرى، و أهل المعاناة الكبرى، ولكنها تبقى بمثابة تاج شرف تضعه الأمة بفخر واعتزاز على رأس كل من خطط وساهم بقرار القتال بهذه الطريقة بأي نمط من أنماط المساهمة. طوفان الأقصى كان سهما قاتلا في كل المؤامرات التي حيكت على هذه الأمة، وكان ضوءا ساطعا على كل الذين كانوا يتخبؤون وراء الأقنعة ووراء الظلال وفي وسط الظلام من غادرين، منافقين، طوابير خامسة وسادسة وسابعة وما إلى ذلك من أولئكم الذين كانوا ربما يرددون اسم فلسطين، ولكن أصابعهم كانت سكاكين في قلب فلسطين، وأياديهم كانت صواريخ في قلب فلسطين، وأقدامهم كانت مخالب وبراثنة تدمي قلب فلسطين
وتعيقها من الحركة باتجاه التحرر وباتجاه تحقيق العزة والكرامة بعد أن تآلف النفاق العروبي مع أدنياء النفوس من حكام أنظمة مسؤولين، بعد أن تحالفوا مع الصهاينة ومع رأس الاستكبار العالمي، وأعني بذلك أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة ساهمت بطريقة أو بأخرى بإيجاد اللقيطة الصهيونية في أرض المقدسات. طوفان الأقصى قدمت صورة مبكرة مفعمة بالأمل بأن عيدنا القادم بتحرير الأقصى سيكون أقرب بكثير مما كنا نتصور، وأن هذا الطغيان الذي كنا نعتقد كما يعتقد الكثيرون من أن إزالته ستحتاج إلى الكثير من التضحيات، ولكننا وجدنا أن هؤلاء لم يكونوا إلا جرذانا لمعتهم وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الفضاء ووسائل الإعلام التي سبق لهم أن سيطروا عليها، فجعلتهم أبطالا وجعلتهم أسطورة لا تكذب في الوقت الذي تبدى لكل العالم أن أسطورة صهيون لم تكن أرخص من نفس صهيون، ولم تكن أدنى في قيمها وفي معاييرها مما وصفته الكتب المقدسة لديهم حينما تحدثت عن هيروشليم الزانية، هكذا وصفها كتابهم المقدس وهكذا تحدث عنها أنبياءهم. عادت هيروشليم تمارس الزنا والدعارة وتمارس كل صور العهر، ولكنها سرعان ما تفاجأت بأقدام الحفاة، بأولئكم الذين خرجوا من طيات انتفاضة الحجارة، خرجوا من أشواك الأرض، خرجوا من الجراح، من صرخات الأمهات اللاتي فقدن أولادهن، خرجوا من الدماء التي نزفت من شهداء هذا البلد الكريم، وإذا بهم يمزقون كل هذه الأكاذيب ويقدمون للأمة أملا واعدا ودما جديدا وزخما عاليا في أنها يمكن لها أن تنتصر ويمكن للعدو أن ينكسر أمامها. بعد أن كانت فلسطين في نظر الحكومات العربية وفي نظر الإعلام العربي مجرد نكسة على الطريق، تبين للفلسطينيين كما تبين للأمة أن هؤلاء أنفسهم كانوا سبب نكسة فلسطين. وبعد أن كان العدو الصهيوني يحاول أن يبرز نفسه بأنه المتسيد على كل شيء، فقنعت به وتوسلت به أنظمة التطبيع والحكومات الجائرة الخائنة، وإذا بأقدام الغزاويين تتبدى الصورة الواضحة بأن المطبعين وإرادة التطبيع كانوا أجبن بكثير مما كنا نتصورهم، لأن من قادهم ومن ساسهم رأيناه كيف يكون جبانا فيهرب ويلوذ بالفرار أمام فتية حملوا
سلاح الشهادة بأيديهم وحملوا راية الجهاد مضحين بكل شيء إلا من عزتهم ومن دينهم ومن قيمهم، فتبدى للجميع أن هذا العدو الجبان كان له عملاء أجبن من، وكانوا هؤلاء للأسف هم حكام هذه الأمة. على أي حال، الكلمات لا يمكن لها أن تعبر عن طبيعة المشاعر التي تحتدم في داخل الإنسان، ولا يمكن لأي بيان أن يكشف طبيعة العواطف التي تتصارع من أجل أن تهيمن على كيان الإنسان، وهو يجد تلك الصور العظيمة التي بدأت صفحات عملية طوفان الأقصى تناثر هذه الصور لتبقيها خالدة على هامة التاريخ. لا شك ولا ريب أن جرائم كبرى تحصل في هذه الأيام، ولا شك ولا ريب أن معاناة هي الأخرى أكبر تحصل خلال هذه الأيام أمام القصف الصهيوني، أمام الدعارة العالمية، أمام خيانة الأعراب، أمام طابور الأعراب الطائفي والمطبع والمتخاذل وأشباه الرجال الذين كنا نظنهم رجالا، ولكنه حينما تبدت الصورة وإذا بهم ما بين مخنث وما بين ما هو أسوأ من ذلك. لكن مع كل هذه الآلام نعلم بأن حفاة طوفان الأقصى إنما خرجوا من رحم هذه المعاناة. تتذكرون ذلك الفتى صاحب الأعوام 12 الذي كان يحمل حجارة، مات بين يدي أبيه مع أن العالم كله كان ينظر إليه ولم يكن له ذنب، إلا أنه كان يحمل حجارة يرمي بها طاحونة القتل الصهيونية. العالم نظر وكان أبكما أعمى أصم، لم يسمع أي صرخة لا من الأب فضلا عن الابن، ولكن كان محمد الدرة صانع أجيال. لو تمعنا قليلا وسألنا من أين خرج أبطال غزة، سنجد أنهم كانوا يلعبون في يوم من الأيام مع محمد الدرة، كانوا يجالسونه في المدرسة، ولكن محمدا سبقهم وهم رأوا معاناة قتله، ورأوا دعارة العالم وصمت القبور الذي اتسم به هذا العالم الذي يدعي زورا بأنه ينهج باتجاه تحقيق حقوق الإنسان، وهو المتآمر الأكبر من أجل انتهاك هذه الحقوق. من كان يجالس محمد الدرة في مدرسته على رحلته أصبح اليوم يجالس محمد الدرة في ساحة الجهاد توقا إلى محمد وأمثال محمد هذا، شوقا إلى الذين مروا وسعيا وراء إحياء الذين سيتبقون وسينتصرون إن شاء الله. أبطال غزة نشأوا من جراء المعاناة، من جراء الاستكبار، من جراء الاستهتار، من جراء كل الظلم الذي حاق بفلسطين، ولكنهم كانوا كراما
وكانوا رجالا أبوا أن يستسلموا لإرادة تحاول أن تسحق إرادتهم بإجرامها وبقسوتها البالغة، ولكن كانوا هم أكبر من ذلك. هذا المشهد الذي عايشناه خلال هذه الأيام، ولا نعلم كم سيستمر هذا المشهد في إبرازه لكل المعطيات ولكل المنح التي وهبها الله لهذه الأمة على أيدي هؤلاء الفتيان، ومن أعانهم ومن ساهم بقرارهم ومن حماهم في كل ما استطاع أن يحميهم. هذه الصور إذ ستبقى تقدم لنا الشيء الكثير، ولا شك ولا ريب أن إجراما أكبر سيحيق بالقضية الفلسطينية، وسيسعى الغادرون جهدهم من أجل أن يحموا غدرهم ويديموه، وسيبقى مجرمو التطبيع، مثقفو التطبيع، خدموا التطبيع، سيبقون يحاولون أن يتشبثوا بما يمكن في نظرهم أن يخفي عوارهم وعورتهم. ولكن القدر المتيقن أن الصور الأخرى التي تحكي عز هذه الأمة، نبل هذه الأمة، شهامة هذه الأمة، إرادة المقاومة في هذه الأمة أكبر بكثير من كل منصاتهم، من كل قنواتهم، من كل إعلامهم. وستتجه هذه الصور باتجاه أن تفرش نفسها مهادا ووطاء لأمة ستأتي لتحقق نصر الله الغالب، ولتحقق الفجر الموعود بكسح الظلم والجور عن هذه الأرض، ولتحقيق العدالة الإلهية على يد الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أمام مشهد طوفان الأقصى، أعتقد أننا مدعوون أولا إلى أن نقارب ما بما أعطتنا إياه هذه العمليات من معطيات يمكن لها أن تشكل مقاربة رائعة بينما أشير إليه في القرآن الكريم بأولئكم العباد الذين سوف يرسلهم الله سبحانه وتعالى ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسوءوا وجوه بني إسرائيل ويتبروا ما علوا تتبيرا. هذه المعطيات قدمت لنا صورة أخرى تتعلق برواياتنا التي أشارت إلى علامة كبرى ربما كان البعض يمر عليها مرورا خفيفا ولا يفقه بالضبط ماذا تعني هذه القضية، ولكني أعتقد أن أحداث الأيام الأولى من طوفان الأقصى قد أعطتنا صورة تعبيرية ووسيلة إيضاحية لما تحدثت عنه رواية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بشأن إقبال مارقة الروم حتى ينزلوا بالرملة ويقصدوا بالرملة رملة فلسطين. في هذا المجال أخواني الأعزاء، القرآن الكريم يتحدث عن عباد سيدخلون المسجد أول مرة، وسوف تكون لهم من القدرة ومن المكنة بحيث أنهم يطيحون بما عبر عنه سابقا في آية سورة الإسراء بأنه أعطاهم أموالا وبنينا وجعلهم أكثر نفيرا كما هو محتوى الآية الكريمة. كيف يمكن لهؤلاء الرجال
من أين سيأتون؟ ما هي قدراتهم بحيث أنهم يطيحوا ما عبر عنه القرآن، يطيحوا بالذي عبر عنه القرآن لبني إسرائيل بأنهم سيكونون أصحاب مكنة وقدرة ويطغون في الأرض بكل صور الطغيان؟ هذا أولا. والأمر الآخر، حينما يتحدث الإمام الباقر عليه السلام في منظومة العلامات الممهدة إلى إمامنا المنتظر والقريبة جدا من عهد السفياني، والتي تأتي كما يفترض من بعد حرب الروم وهرجهم، حينما يقول بأن مارقة الروم، ولا يوجد مصداق لهؤلاء المارقة إلا الأمريكيين، باعتبار أنهم انتقلوا من بلاد الروم المختلفة، لا سيما من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، انتقلوا إلى ديار ما سمي بالعالم الجديد، وانتهكوا هناك من القتل ومن المجازر بحق السكان الأصليين، وأعني بذلك الهنود الحمر، ما تجاوز بهم القتل إلى أكثر من 102 مليون إنسان قتلوهم في برهة زمانية قليلة، مع أنهم يبكون من الإرهاب ويتباكون على حقوق الإنسان، ولكنهم فعلوا فعلهم الدنيء واستولوا على هذه الأرض. لذلك لفظ مارقة الروم هم الأليق بهم، مع أن الأدبيات المعاصرة ربما رأينا عند نعوم شومسكي الكاتب المعروف، وهو يسمي أمريكا بالدولة المارقة. لكن أيما يكون، في هذه الرواية لابد أن تستوقفنا طبيعة مغزى وجود هذه الجملة: وستقبل مارقة الروم حتى تنزل في الرملة. لماذا الرملة؟ ولماذا مارقة الروم؟ من أين سيأتون؟ كيف سيأتون؟ ما هو السبب الذي يجعلهم يأتون بهذه الطريقة؟ هذه الأسئلة لا يجوز للباحث إلا أن يتوقف عندها. وهنا أنصح أخواني الأعزاء من الذين يرومون التعامل مع روايات أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في شأن تفسيرها وتفكيك ألغازها وما إلى ذلك، عليهم أن لا يكتفوا بالنظر إلى الكلمات، وإنما عليهم أن يحاولوا تعليل الحدث، مسبباته والمعطيات التي سيخرج منها، طبيعة الحدث الذي يجعلهم يتصرفون بهذه الطريقة. هذه الأمور مما يجب على الإنسان أن يتوقف في علامات الظهور للتعامل معها بهذا المنطق من الأسئلة. إذن لماذا تأتي مارقة الروم؟ ما الذي يحدو بها لكي تأتي إلى الرملة؟ ماذا يوجد في الرملة؟ الرملة على فكرة، الرملة هي ثالث رأس في المثلث الذي يجمعها مع القدس وتل أبيب، وهي أقرب إلى ميناء أشدود أو أشدود المعاصر، والميناء هو عبارة عن قاعدة بحرية ضخمة، فضلا عن كونها مطارات متعددة، فيها مطارات متعددة وما إلى ذلك. لذلك بشكل طبيعي أي قوة تريد أن تأتي لابد أن تأتي إلى منطقة من هذا القبيل. ولكن ما الذي يجعلهم يأتون، وفي أي زمان سيأتون؟ من الواضح جدا، إذا ما كان الله سبحانه وتعالى قد أشار في كتابه الكريم إلى أن بني إسرائيل سوف يحصلون على دولة وسوف يحصلون على كيان حينما يؤتيهم أموالا وبنين، وتكون لهم أسلحة وقدرات وإعلام وما إلى ذلك، هذه الدولة عندئذ، أو هذا الكيان الذي سيستولون عليه عندئذ، لابد من أن يكون
لوجود هذه المارقة سبب يؤدي إلى معالجة مشكلة من مشاكل هؤلاء. هذه المشكلة سبق أن رأينا منذ أن قامت جرثومة السرطان الصهيونية في هذا المكان، لم نجد أن الصهاينة احتاجوا لأي جيش من الجيوش التي تعينهم وتساعدهم، ولكن ما بالوا مارقة الروم يأتون وبجهد حتى يصلوا إلى أن ينزلوا في الرملة. لا شك ولا ريب أن الحاجة لوجودهم ترتبط بأمن دويلة الصهاينة، وترتبط بطبيعة وجودهم ومصيرهم، وإلا لما وجدنا هذا الأمر يحصل بالطريقة التي أشارت إليها الروايات. أيضا هنا أشير إلى أن الآية الكريمة أشارت إلى وجود أناس سيأتون ليتبروا ما على بنو إسرائيل وطغيانهم وتتبيره. هؤلاء الذين سيأتون، الأمة التي ستأتي، ستأتي لتقضي على القدرة والمكنة الصهيونية التي تؤسس نتيجة لمعادلة جعلناكم أكثر نفيرة. هذه الأمة إذا ما قدر وجودها، علينا أن لا نفترض أن وجودها سيكون في يوم وليلة، وخياراتها وتربيتها وقدراتها لا يمكن لنا أن نفترض أنها ستكون في يوم وليلة، ولكن ما بين نشأة الصهاينة كدويلة ككيان مغتصب وما بين إزالتهم لابد من أن نرقب السياسات التي بسببها سوف تنشأ هذه الأمة، وسوف تبنى الأسوار التي تحميها وتعزز قدرتها بالشكل الذي سوف تؤدي بادئ ذي بدء إلى هزيمة وانهيار في قدرة الذين جعلناهم أكثر نفيرا، وأقصد هنا الصهاينة. سيكون هناك تهديد جدي بالشكل الذي يؤدي بمارقة الروم أن يأتوا إلى هذا المكان. في طوفان الأقصى قدمت لنا صورة رائعة جدا عما يمكن أن يكون عليه الحال حينما تتحقق مثل هذه العلامة التي أشير إليها في حديث جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام، كما يرويها الشيخ النعماني بسنده إليهما. ما أن ابتدأت عمليات طوفان الأقصى وقد تمزقت أمام العالم، أبهت ثلاثة أجهزة كانت تعرف بأنها من الأجهزة المتقدمة الكفوءة الرصينة في طبيعة أداءاتها، وأقصد بذلك الموساد والشباك وآمان. هذه الأجهزة الثلاثة الاستخبارية المجهزة بأحدث التقنيات للرصد والتحليل والمتابعة والتنفيذ وما إلى ذلك، حينما فوجئت دول العالم بأن كل هذه الأجهزة قد نمت قريبا منهم، آفة كسحهم وانكسارهم وخزيهم، مع أن هذه الآفة كانت من الضخامة بمكان، بحيث أن دويها أشغل العالم طوال أيام عديدة وسيبقى أثرها إلى سنوات عديدة. كيف يمكن أن يرى هذه الآفة المباركة تأكل ما سبق لهؤلاء أن زرعوه وتطيح بكل أبهتهم وبكل
ما راموا طوال كل هذه السنين أن يؤسسوا عليها رعبهم وتهويلهم وتخويفهم، إن لعملائهم أو إن لأعدائهم، إن لخدامهم أو إن لرقبائهم. خلال سويعات وإذا بأسود طوفان الأقصى الذين لم يأتوا آحادا ولم يأتوا بأسلحة بدائية، كانت معهم آلاف الصواريخ وكانت لهم معهم تقنيات متعددة، كان يفترض بأبسط الأجهزة الأمنية أن تكتشف هؤلاء، لكنهم نموا قريب وأعدوا أنفسهم قريبا من أعين وكاميرات وأجهزة رصد هؤلاء. لكن النتيجة التي حصلت أن طوفان الأقصى ورجاله أصابهم بمقتلة عظيمة لا يعلم إلا الله كم سيبقى أثرها. لا شك ولا ريب أنها أطاحت بسمعة الموساد وأصابت الصهاينة بهزيمة استراتيجية كبرى، إن على مستوى التجسس والمنظومة الأمنية وإن على مستوى الوضع العسكري. ناهيكم عن طبيعة الاهتزازات الاجتماعية التي يجب أن ننتظر حدوثها من بعد مدة، والتي لن تكون مسرة للكيان الصهيوني ولا بأي شكل من الأشكال. ناهيكم عن طبيعة الخسائر الاقتصادية الهائلة جدا والتي يفترض أن الصهاينة سوف يبتلون بنزيف هذه الخسائر لمدة كبيرة جدا حتى من بعد انتهاء هذه العمليات. في هذا الحال حينما يرى العالم هذه الصورة وحينما يهزم الصهاينة بهذه الطريقة، في اللحظات الأول سجلت هذه الملحوظة، فما بالك حينما رأينا أن معادلات غريبة لم تكن تحصل في السابق. في السابق كانت، وربما إذا ما نرجع إلى كل الفترات التي كانت قد تعرض فيها الفلسطينيون إلى أذى وجرائم الصهاينة في حروبهم وفي كل هذه الاشتباكات التي حصلت، لأول مرة نرى أن الخسائر الصهيونية أكبر من الخسائر الفلسطينية. في السابق كانت خسائر الفلسطينيون أكبر بثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف من خسائر الصهاينة، ولكن المعادلة التي نراها اليوم نرى شيئا آخر مختلفا، ولأول مرة يحصل ذلك. طبعا الانهيار النفسي، حالة الفرار، تفكك الوحدات العسكرية، انهيار الوحدات العسكرية وقسم منها تصفية الوحدات العسكرية، هذا حديث له ما بعده، وبشكل لا يمكن أن نرى نتائجه المسرة على مدى عقود من الزمن. حالة الانهيارات الداخلية الاجتماعية السياسية هي الأخرى أيضا نموذج من هذا القبيل. الشيء الملفت هنا قبل لعله 3 سنين أو 4 سنين كان الخطاب الانتخابي لرئيس الوزراء السابق لابيد الصهيوني كان يحذر من السنة 80، وهذا في فكر الصهاينة أن حكوماتهم ودولهم التي مرت في السابق لم تستمر لأكثر من 80 سنة، وكان هذا الرجل يحذرهم، يحذر الصهاينة من أن وجود نتنياهو وأمثاله قد يجعل عبور 80 صعب للغاية.
وسبحان الله أن تأتي الأحداث في فترة مقاربة لهذا السن الذي حذر منه لابد، لابد لنا من أن نرصد طبيعة ما يجري في داخلنا في ساحتنا. نحن لا نتحدث هنا من فراغ، أمامنا معطيات تشير إلى أن خطا تمهيديا رائعا جدا نشأ من خلال هذه العمليات لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وبالنتيجة لا يمكن لنا أن نغفل هذه الحادثة لنضعها بمصاف بقية الأحداث التي تحدثنا طبيعتها عن أنها تقترب من آفاق العلامات التي أشار إليها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا في المحاضرة السابقة كنت قد أشرت، وسبحان الله قبل 10 ساعات من بدء العمليات كنت قد أشرت إلى ضعف الصهاينة وإلى إمكانية تحقق رواية مارقة الروم، لكننا اليوم رأينا الضعف قد تحول إلى واقع عملي، ورأينا الأمريكيين يرسلون أسطولهم حاملة الطائرات فورد والمدمرات التي معها، الفرقاطات التي معها، السفن الخادمة معها، كلها قد أمرت بأن تنتقل إلى جوار الصهاينة. ماذا ستفعل؟ بشكل طبيعي جدا لن نرى الصورة الأولى بالأيام الأولى، الصورة الحقيقية في الأيام الأولى. ربما الآن يتحدثون عن أنها مجرد تهديد، ربما يتحدثون عن أنها مجرد مساندة، ربما يتحدثون عن أنها جاءت من أجل الإسهام في عملية تحرير الأمريكيين الذين أسروا من قبل أبطالنا في طوفان الأقصى، ولكن هذه هي الذريعة الأولى التي تقدم في هذا المجال. هددوا حزب الله، هددوا إيران، هددوا الدول المجاورة، ولكن هل يا ترى المعطيات الحاصلة تمكنهم من تحقيق التهديد هذا؟ سبق للسفن الأمريكية أن كانت متواجدة في هذه المنطقة. أنا أذكر الأمريكان بما فعلته نيوجيرسي، مدمرة نيوجيرسي ببيروت، وكيف أن أبطالنا في المقاومة الإسلامية في بيروت كيف أنهم أطاحوا بأبهة هذه السفينة رغم حممها الثقيلة والشديدة التي كانت ترمي بها يوميا بيروت، كيف أن أمثال عماد مغنية رحمة الله عليه والأبطال الذين كانوا معه كيف أنهم أطاحوا بكل هيبة الأمريكان، وجعل نيوجيرسي تهرب، وجعل كاسبر واينبرجر وألكسندر هيج يمتثلون أمام محاكمة الكونغرس لهم، وكان تعبيرهم ملفتا للغاية، وهو التعبير الذي نجده اليوم مجسدا في حديث أبطال طوفان الأقصى. سألوه قالوا له أعطيناكم كل أشد الأسلحة فتكا في العالم، فلماذا هربتم من لبنان؟ وكان جوابهم أعطيتونا أسلحة لكي نقتل، ولكن ماذا نفعل بالذي يبحث عنا لكي يقتل نفسه فينا؟ هذه الصورة رأيناها مكبرة جدا عند أبطال الطوفان، وبالنتيجة تعطينا صورة عن أن كل العربدة الأمريكية ربما تؤذي، ربما تلحق ضررا، ولكنها لن تستطيع الإفلات، لأنهم قد يبدأون ولكنهم سيحيرون كيف سينتهون. لا يوجد مطر بالنسبة للرؤية التي أراها للصهاينة إلا أن يستدعوا المزيد من القوات، وإلا أن يستدعوا المزيد من الدعم لهم، وهم يفعلون الآن. أوروبا كلها اتحدت
أو غالبية دولها اتحدت على أن تقدم لهم المعونات، معونات القتل والفتك والإجرام، وأمريكا سبق لها أن كانت رائدة في هذا المجال، والدول تترامى على بعضها من أجل أن تقف موقف المساند لطاحونة الإجرام الصهيونية. ولكن سبق لهذه الطاحونة أن عملت وعملت الكثير، كيف أطيح بها وكيف أصبحت كرة في مرمى أو في بين أقدام فتياننا في طوفان الأقصى. سؤال يجب أن يدرس بتمعن، ويجب أن يراقب محتواه، ويجب أن تراقب الجبهات في طبيعة نمائها أو في طبيعة التشرذم الذي يحيق بها. من الذي يهزم الآن؟ في قبال 200 300 400 الصهاينة حشدوا 300 ألف في الأيام الأولى. 300 ألف، ماذا تريدون أن تفعلوا بهذا المقدار؟ ويوميا أمامنا هذه الصورة بأن صافرات الإنذار قد دوت، وأن اختراقا حصل بالمكان الفلاني وبالمكان العلاني وما إلى ذلك. إلى يومنا هذا نحن نتلمس مثل هذه الأخبار، وكلها يعني كلها تعطي عنوانا واحدا، أن العدو ينهار، وأن الأبهة التي كانوا عليها قد مزقت شر ممزق، وأن الأيام المقبلة ستبقى تفرز صورا مماثلة بطريقة أو بأخرى، وإن تباينت في محتوياتها ولكن عمقها يحكي قصة واحدة، أن الصهاينة يضعفون ويضعفون حتى يضطروا إلى الاستنجاد بمن رباهم وأوجدهم ودعمهم، وأعني بذلك الأمريكيين. الأمريكيون إن ما جاءوا سيأتون، ولكنهم على موعد مع النار المشرقية، وهم في هذا الموعد نحن الآن نتلمس آثارا كثيرة، إلى أن المشرقيين قد نمت قوتهم. اليوم يلقون الأمريكيين وغير الأمريكيين، بل نتنياهو نفسه حينما يقال له من هي أخطر المخاطر التي تواجهكم، يقول ثلاثا: إيران إيران إيران. وهنا المقصد ليس إيران لوحدها، وإنما كل هذا المحور الذي لا يفوتني أن أذكر بطبيعة الجهد المبارك الذي بذله الشهيد العظيم القائد المغوار الحاج قاسم سليماني، حينما استطاع أن يوجد معسكرات اللهب ومعسكرات النيران، يوجد هذه المعسكرات على كل نقاط الاقتراب من العدو الصهيوني. اليوم ننظر بفخر، والفلسطينيون أيضا ينظرون بفخر إلى طبيعة الجهد الذي أداه الحاج قاسم، الحاج عماد، الحاج مصطفى، بقية الأبرار، ناهيكم عن إبراهيم الشقاقي وبقية الأفذاذ الذين أنتجتهم فلسطين حينما تعانقت هذه الإرادة، وحينما تعانقت سقطت سايكس بيكو ومفردات سايكس بيكو تحت إرادة وفكر المؤمنين بالله الساعين لإعلاء كلمة الله في الأرض. وهنا علي أن أنبه إلى جملة من القضايا. اليوم نسمع جيدا إعادة النعرة الطائفية، وقد تبدت للعيان جميعا أن كل المحاولات التي رامت التفريق بين الشيعة والسنة إنما كان مرادها أن يبقى المحتل محتلا، وأن يبقى الخائن خائنا، وأن يبقى الغادر غادرا، وأن يبقى الطاغوت طاغوتا. ولكن حينما وجدنا التعاون المثمر الرائع ما بين الطائفتين الكريمتين، هذا بسلاحه
وذاك بخبرته، وهذا بأمواله، وهذا برجاله، وهذا بإرادته، وذاك بإعلامه، وهذا بتوجيهه، وذاك بمقترحاته، حينما اتحد الجمع استطاعوا أن يهزموا من هو أكبر جمعا ومن هو أكثر قوة. ولكن قديما ما قال لنا الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا هو الإذن الإلهي، أن نتحد، أن نضم قوانا لبعضنا، أن نلم شتاتنا، أن نسقط كل المؤامرات التي حاكها علينا أعداءنا من أجل أن يبقى الشيعي بعيدا عن السني والسني بعيدا عن الشيعي، ومن ثم ليبقى اليهودي وحلفاءه يأكلون خيراتنا ويستعمروننا ويستعبدوننا في الوقت الذي أثبت طوفان الأقصى، وقبل ذلك معارك غزة أثبت أن هاتين الطائفتين الكريمتين حينما تقدر لها رجال كرجال طوفان الأقصى، ومن أعانهم ومن ساعدهم ومن ساندهم، عند ذلك يمكن لنا أن نحقق النصر المبين. لذلك حينما نتحدث عن تطلعات الأمة، يجب علينا أن ننظر إلى أن هذه التطلعات لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال إيجاد الإرادة الواحدة واتحاد المواقف الواحدة ما بين كل المسلمين، لا سيما الذين يعنيهم أمر محور المقاومة ضد الصهاينة وضد الأمريكان في هذه المنطقة العزيزة. بطبيعة الحال هؤلاء لن يهدأ لهم بال، وسيبقون كما رأيناهم خلال هذه الأيام يحاولون أن يبرروا للصهيوني أعماله، ويدينوا في نفس الوقت الغزاوي في جهاده. رأينا ما فعلته وزارة خارجية الإمارات في بيانها الحقير، ورأينا بيان وزارة الخارجية البحرينية في بيانها القذر، وهو يؤيد الإرهاب الصهيوني ويدين الجهاد الفلسطيني. رأيناهم ورأينا من بعدهم عمما كثيرة ومنصات كثيرة ومتآمرين كثر، وكثيرين من أولئكم الذين يوصفون بأنهم من الذين يمارسون عمل الشيطان، عمل الوسواس الخناس، وهم ينفثون في روع الأمة وفي وعي الأمة ما من شأنه أن يقتل لديهم إرادة النصر ومشاعر النصر وروح النصر، هذه الروح التي انبثقت من أيادي الغزاويين في جهادهم في طوفان الأقصى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن ساحة المقاومة لن تبقى بأيدي المسلحين من مجاهدي المقاومة فحسب، رغم أن لهم الدور الأكبر والدور الألمع، ولكن أحسب أن وسائل التواصل ومساحة الإعلام وتبيين الصورة وإيضاح الموقف وإشادة بناء البصيرة لدى الأمة موجود متاح لكل أبناء هذه الأمة. انبروا أخوتي الأعزاء إلى منصات التواصل، ثبتوا ولاءكم، انشروا وعيكم، اقضوا على كل الأحابيل التي يحاول الخونة والمطبعين أن ينصروا بها سيدتهم الصهيونية وعاهرتهم الأمريكية. ارجعوا وافضحوهم، وانظروا وارصدوا من الذي يحاول أن يخدع هذه الأمة. تارة ما ذنب الفلسطينيين أن يقتلوا وكانوا الأجدى بحماس والجهاد الإسلامي وسائر المقاومين كان الأجدى بهم أن لا يتحرشوا بالإسرائيليين لأن سطوتهم شديدة وما إلى ذلك. سبحان الله، نفس هذا الكلام قد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر، يوم أن أراد أن يهاجم
أن يهاجم قريش حاول أن يستشير البعض، فقال له من قال بأنها هذه قريش ما ذلت منذ أن عزت وما خسرت منذ أن انتصرت، وبالنتيجة ارجع بنا. لكن المؤمنين هم من قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهم كحماس كهؤلاء الغزاويين حينما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وأيضا أنا أعتقد أن بناتنا شبابنا مدعوون اليوم لتمثل هذه الإرادة، ومن خلال الانهماك بأي صورة من صور النصرة لمجاهدينا وأبرارنا، لا سيما أن المعركة قد تتسع وقد نكون مشاركين بطرق متعددة، ولا أستبعد أن تتدهور الأوضاع إلى الدرجة التي يقسم الله سبحانه وتعالى لنا كعراقيين أو كأناس لم يوفقوا في أن يقتربوا من غزة وأمثال غزة، قد نجد أنفسنا من جديد حمل السلاح ومن جديد من الذين يحصنون السواتر ويقفون في الثغور في مقابلة الصهاينة وأزلامهم وخدمهم وعملائهم في هذا البلد أو في ذاك. أيضا أشير إلى مسألة أساسية، هي أن كل ما يجري أنا أعتبره من الأمور الممهدة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأذكر بأن هذا التمهيد إنما حصل على الطريقة التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام حينما قيل له بأننا نتمنى ونرجو أن يكون الأيام عشية الظهور، أو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيظهر والأمور ليس فيها من الشدة، أشار بأبي وأمي وقال لا والله لن يكون ذلك حتى نمسح نحن وإياكم العرق والعلق. هذا العرق والعلق تجدونه الآن في غزة، تجدونه في شمال فلسطين، تجدونه عند أقدام المقاومة الإسلامية في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، في بقية البلدان. هذا العرق والعلق هو التضحية التي يجب أن ندفعها من أجل تعميد الطريق المبارك لعودة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد لي أيضا أن أشير إلى بعض من أولئكم الذين لا زالت في ذاكرتهم بعض من صور الأمس نتيجة لأعمال قام بها عملاء البعث وما إلى ذلك، ممن تمكنوا من توظيف بعض من الفلسطينيين المغرر بهم في إجرام هؤلاء. فلسطين أكبر بكثير من هؤلاء الأصاغر، هب أن داعش وظفت من الفلسطينيين ما وظفت من أجل أن ينفذوا أعمالهم الإجرامية، ولكن فلسطين أكبر من الآحاد، أكبر من هؤلاء الشواذ. فلسطين هي مسارنا نحو إمامنا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. فلسطين هي التي سيحررها إمامنا، أكبر المعارك التي سيخوضها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بمعية النبي عيسى عليه السلام إنما ستكون فلسطين والأقصى. لذلك جردوا أنفسكم من الصور التي رام البعثيون أن يقدموها من أجل أن يبعدوكم عن الاهتمام بفلسطين، ففلسطين أكبر من كل ما يمكن لهذا أو ذاك أن يخلفوا في أنفسكم. لا تضعوا أنفسكم عند الصغائر، لأنكم بذلك ستضيعون كبائر الأمور وعزائم الأمور تحتاج دوما إلى بصيرة، وتحتاج دوما إلى وضوح، تحتاج دوما إلى رؤية البوصلة بشكل دقيق، تحتاج دوما إلى خارطة للطريق. وها هي الأحداث تنبئنا بأن الخارطة التي وضعها أئمتنا عبر مخطط علامات الظهور لم تخيب ولن تخيبنا،
أكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.